السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة مديرة المدرسة العليا للأساتذة بقبة الأستاذة مهداوي رزيقة من منطقة الزاوية بلدية بن تابو البليدة إثر سكتة قلبية الفقيدة. قامت بإمضاء البيان الموجه إلى الطلبة صباح اليوم، وفي المساء توفيت إثر سكتة قلبية. نسأل الله أن يثبتها ويرحمها ويسكنها جنات النعيم. وقبل وفاتها بدقائق، هذه آخر صورة لمديرة المدرسة العليا أساتذة بالقبة الأستاذة مهداوي رزيقة، وذلك خلال اجتماعها اليوم مع وزير التعليم العالي بمقر المدرسة قبل أن تتعرض للنوبة القلبية رحمه الله.